طيب احنا دلوقتي عملنا ايه؟ رحنا نزلنا الاضافة اللي اسمها Elementor عشان نبني بيها الصفحات اللي هي منشئ المواقع، نبني بيها الصفحات بتاعتنا، لان الاديتور العادي او اللي هو الستاندرد بتاع الووردبريس مش حلو، يعني مش بنفس السهولة ومش مش بيدي نفس النتائج. فاحنا هنستخدم Elementor. طبعا لما نخش على لوحه التحكم بعد ما نزلنا Elementor بنلاقي هنا طلع لنا دي اللي هي فيها شويه حاجات تخص Elementor. نقدر برضو نيجي من الشاشه هنا نخفيها عشان ما يبقاش فيه دوشه. تمام جدا. احنا دلوقتي اي موقع نخشه، اي صفحه عفوا نخشها هنا مثلا، اللي جنبها Elementor يعني هي منشاه بElementor، اللي ما فيش جنبيها كلمه Elementor يبقى هي مش منشاه بElementor. طب ازاي اخليها منشاه بElementor؟ بمجرد ما ندخل على الصفحه واجي اعمل edit with Elementor، بيدخل على كده خلاص. تمام. هنا النافيجيتور ده ممكن نشيله وممكن نجيبه تاني من هنا، ده في محتويات الصفحة ولكن مش هنحتاجه دلوقتي. وانا عندي هنا قدامي في الهيدر ده ما اقدرش اتحكم فيه من هنا طبعا، ده خلاص ده ثابت والفوتر ثابت. احنا بنبني الصفحة الجزء اللي في النص اللي ما بين الهيدر والفوتر لكل صفحة. طيب احنا عندنا في كذا اختيار، يا اما ان احنا بنبني من الاول خالص، بنبدأ نعمل سيكشنز زي ما هنشوف ونختارها، وبرضو احنا عندنا في القوالب الجاهزة اللي هي بيديها لي ستارتر تمبلتس. حاجة زي كده مثلا القوالب اللي احنا شفناها من شوية، اقدر اشوف اي حاجة ليها علاقة بالترافل مثلا وتكون مش بريميوم، لان بريميوم مدفوع. احنا عندنا النسخة المجانية، لما اجي اشوف البريمير الموجود كله هنا دي بريميوم. نحاول نشوف حاجة يعني ممكن ده مثلا عشان او ده، الحاجات دي ممكن تبقى قريبة من السفر او الترافل. نبص برضو بصة تانية اخيرة لو لقينا حاجة تانية. طيب انا عاوز اشوف ده مثلا، بدوس عليها كده بيقول لي دي الصفحات المتوفرة اهي، هو مديني نماذج لصفحات متوفرة، هوم اباوت سيرفيسز بروجكت، تقريبا قريبة من الحاجات اللي احنا عايزينها. تمام. اقدر ان انا ارجع من هنا كده واشوف حاجة تانية، ده فيه الاربع صفحات دول. تمام. نختار احنا الجزء ده او القالب ده، نختار الهوم. احنا في صفحة الهوم، بديني اهي الهوم من هنا كده اقدر اشوف شكل الصفحة اللي انا هشتغل عليه. عجبتني، عاوز ابدأ اعمل هنا ايه، امبورت. امبورت يعني استيراد، استيراد يعني ان انت تنزل عندي الحاجة دي عكس اكسبورت. هو دلوقتي نزل القالب، ولكن طبعا هو عمل شوية تعديل في الالوان طبقا للالوان الخاصة بموقعنا، نقدر برضو نعدل فيها تاني، ولكن القالب نزل بالمحتوى اللي فيه كده. احنا نزلنا المحتوى بتاعه، اجي مثلا انا اعمل ابديت هنا عشان يحفظ الكلام ده، وهنا يعمل لي معاينة، العين اللي هنا دي معاينة، ادوس عليها هيروح للصفحة من نحن، لان احنا تقريبا كنا شغالين على صفحة من نحن مش الرئيسية. تمام. فدي غلطة. بيبقى كده ايه، في لخبطة حصلت؟ لا مفيش اي لخبطة ولا حاجة. اللي هيحصل ان انا هروح للصفحة الرئيسية واقول له edit with Elementor. واشوف لنفس الخطوات، اجي عند التمبلتس هنا بتاعت استرا واختار الثيم ده واقول له هوم امبورت. تمام. واعمل حفظ، نمبر فيو كده دي الصفحة الرئيسية. طيب
من نحن، هنخش على صفحة من نحن بالإليمنتور برضو ونعدل المحتوى. احنا كنا غلطنا وحطينا محتوى الصفحة الرئيسية، لا احنا هنيجي نشيل المحتوى ده ونحط محتوى تاني هنا. طبعا دي لو جينا نلاحظ في سيكشن، اشيل السكاشن دي، 1 2 3 4 5 كده خلصت، مفيش حاجة تاني. وارجع هنا واروح للتمبلت، فين about؟ اهي about، انا عايز دي هنا اللي هي about. كده about تمام. اعمل update واعمل review، اطلع بره كده. احنا الصفحة الرئيسية حطينا القالب بتاعها، ومن نحن حطينا برضو القالب بتاعها. نروح بعد كده لخدمتنا ونقول له تحرير الصفحة. لغاية دلوقتي لسه مش بإليمنتور، فانا هقول تحرير الصفحة واقول له هنا ايه، edit with Elementor. وهاجي اعمل نفس الكلام، اجي اختار القالب. خدمتنا سيرفيسز اهي، في حاجة قريبة منها سيرفيسز، نفس الموضوع، واقول له امبورت. ابديت، اعمل بريفيو. تمام. الوجهات، اعمل تحرير الصفحة. وإيديت ويز إليمنتور نفس الكلام، وهكذا على كل صفحة. طيب هنرجع تاني للصفحات دي، ولكن احنا لو رحنا هنا الصفحات، كل صفحة بنيناها بإليمنتور هنلاقي مكتوب من بيها إليمنتور.